فارس انت بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا معتز؟ انا جاي اقول لك كلمتين وماشي على طول. اتفضل اقعد. شكرا. ايه الكلمتين اللي انت عايزني فيهم؟ بخصوص ايه؟ بخصوص جميلة. نعم انا عارف ان جميلة رفضت المنحة بتاعتها، وغالبا انا السبب، وده مش عدل. ماشي، طب ايه رأيك يا فارس تشرح لي كده من وجهة نظرك ايه العدل؟ بص يا معتز، اكيد انت مش مرحب بفكرة ان انا ابقى شغال مع جميلة او وجودي معاها ده هتبقى حاجة مريحك. عشان كده انا قررت انسحب من المؤسسة اللي شغال فيها مع جميلة، بحيث انها تقدر ترجع وانت كمان تبقى مطمن. ماشي، بس يعني معلش يا فارس انا اسف، بس انا محتاج افهم ليه التصرف النبيل فجأة ده؟ زي ما قلت لك يا معتز، الخساره اللي هتخسرها جميله بسبب دي مش عدل، مش عشان هي جميله كده كده ما يرضينيش اللي هتسبب لها في اذى، هي او اي حد غير جميل. عشان كده عايز تفكر في كلامي وتحاول ترجعها اللي في دماغها، الفرصه فعلا مستاهله. انا كده خلصت كلامي وريحت ضميري، فكر في كلامي ده مش هتندم. عن اذنك. وزي ما جميلة نجحت في جمعية حكايات بنات، أكيد هتقدر تنجح وتكسر الدنيا كمان في جمعية بيت ست الستات. وعلشان كده لازم كلنا ندعمها ونديها كل المساهمة علشان مشروع الخير ده ينجح ويطلع للنور. ممكن أقعد معاكي؟ أو أكيد، تعالي اتفضلي. وانا ممكن ابرشط عليكي واتكلم معاكي في حاجه بيرسونال؟ بصي انا عارفه انت عايزه تتكلمي معايا في ايه يا جايده، بس انت إيه؟ لازم بس ايه يا بنتي، حرام عليكي، هو في حد بيلاقي حد يحبه كل يوم؟ انا عارفه ده، وانا كمان بحبه، عشان كده انا مش عايزه اكون انا نايمة معاه، فاهمه؟ نادين، هو انت فاكره ان الموضوع ده حاجه سهله؟ انت كده هتبقي بتعذبي نفسك، انت بتدمري حياتك. وبعدين اساليني، انا بحب واحد ماي بوبي مش موافقين عليه اصلا، وبجد مش عارفه انا لو ما عرفتش اقنعهم انا هعمل ايه، انا مش عارفه اكمل حياتي من غيره. فما بالك انت بقى بتحبيه وهو بيحبك، تسيبيه مزاجك؟ والله العظيم يا جايده بمزاجي، بس هو ده الصح. بصي انا هتكلم معاكي بصراحه. انا عارفه ان انت كنتي بتحبي حسين في يوم من الايام، علشان كده بصراحه انا كنت ناويه ان انا اجي هنا واقعد معاكي، احاول اقنعك يعني انك تقعدي معايا وتساعديني هو ينساني، فاهمه؟ ما تضحكيش بجد. بس يعني لقيتك اصلا دلوقتي بتقولي لي ان في حد في حياتك، ف مش عارفه بقى يعني. ما تضحكيش، انا بحب حسام. انا يا بنتي ده كان لعب عيال زمان. لا طبعا، هي بس الفكره كلها ان هو كان اقرب واحد ليا و ماي بيست فريند يعني، فاهمه؟ فانا متعوده احكي له اي حاجه بتحصل. فجاه لما صاحب ابتدى يتسحل ما يردش عليا، فبقيت حاسه ان انا غيرانه مش اكتر يعني. ما كانش حب بجد، لكن انتوا حبكم بجد يعني. دي